استقبل قسم العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس الماضي بالرباط وفداً عن لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي لدولة الفيتنام. هذا اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء واستعراض مسلسل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين. المناسبة كانت فرصة لتبادل الآراء واستعراض يعني الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وأفاق والعلاقات القائمة بين الحزبين وأفاق تطوير هذه العلاقات. تثمين العلاقات القائمة بين الحزبين وأفاق تطويرها كان من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في هذا اللقاء، الذي أكد على الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزبان في الدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين المغرب والفيتنام. هناك تطابق في التحاليل فيما يتعلق بتصورنا لأسس العلاقات الدولية والعلاقات التي يجب أن ترتبطها بين البلدين كل البلدان، وتم التأكيد على الأهمية التي يمكن أن يطلع عليها الحزبان في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين. اللقاء اختتم بالاتفاق على برنامج عمل سيتم تنزيله في الأيام القادمة لبلورة الأفكار والرؤى بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي بات يعرفها العالم.